السلام عليكم ورحمة الله. كنت منذ سنين أشتاق إلى حج بيت الله الحرام، حفظه الله ورزق الله العمرة والحج لكل مسلم يتوق إلى ذلك. قد أكرمني الله تبارك وتعالى بالعمرة مرارا ولم أحج من قبل، وكنت أعرف صديقا لي ما شاء الله تبارك الله كثيرا ما يحج، لا أسأل عنه حتى يقال إنه في الحج مرات كثيرة، وأستغرب كيف يستطيع الحج كل عام أو كل عامين أو كل ثلاثة مع هذا التقييد الذي ترونه على عدد الحجيج من باب التنظيم ومن باب إعطاء الفرصة لمن لم يحج. فسألته يوما، قلت له: يا أخي إني أشتهي الحج، فهل توسطت لي، أو هل يعني وجدت لي واسطة من خلالك كما تحج أنت؟ وكنت أظن أن هذا الإنسان له علاقات وله أصدقاء وله وسائط يسهلون له ذلك كل عام أو كل عامين لكثرة ما يحج ما شاء الله. فتبسم صاحبنا هذا وقال لي: يا أخي أدعو الله. قلت له: يا أخي أنا أدعو الله طبعا، يعني هذه أمنية حياتي أن أحج بيت الله الحرام. قال: يا أخي أدعو الله أدعو الله. قلت له: علمني بماذا تدعو حتى يكرمك الله تبارك وتعالى بالحج كل عام أو كل عامين أو كل ثلاثة؟ قال: يا أخي أتدري، أنا أداوم الدعاء كل عام منذ بداية العام أن يرزقني الله الحج، لا أتوقف عن الدعاء طوال العام: يا رب يا رب ارزق لي الحج، يا رب ارزق لي. قال: والله يا أخي إن الحج يأتيني إلى مكاني، فيزة الحج أو رحلة الحج تأتيني إلى عندي. قال: والله يا أخي إن الله ييسر لي كل عام أو كل عامين، وإذا لم يتيسر لي الحج ييسر الله تبارك وتعالى لي العمرة في رمضان، وأذهب في سيارتي. قال: بالدعاء فقط ادعو. قلت: سبحان الله. فداومت على الدعاء كما فعل صاحبنا هذا، فإذا بها سبحان الله كيف اليقين والتوكل والدعاء. كنت في رحلة عمل إلى السعودية إلى جدة، واقترب موسم الحج، فقلت للناس الذين كنت في مهمة عمل لديهم، قلت لهم: أرجوكم أريد الحج. قالوا: صعب جدا القوانين والنظام وكذا والأنظمة. قلت لهم: إذن فقط مددوا لي الزيارة أو الفيزا حتى تشمل فترة الحج. قالوا: نعم نفعل ذلك. ففعلوا، وبعد ذلك ذهبت إلى مكاتب الحج ويسر الله وحججت الحمد لله رب العالمين بالدعاء وبالتوكل وبفضل الله تبارك وتعالى وكرمه. وفي الحج يا إخواني مشهدان لا أنساهما ما حييت، المشهد والمشهدان في عرفة. المشهد الأول ونحن في عرفة وأنا في يعني امتنان عظيم لله تبارك وتعالى أن أكرمني بهذا الحج من غير حول مني ولا قوة، رأيت من معي في هذه الحملة في عرفة يدخنون ويضحكون ويعبثون، عجبت عجبت كيف بهم على هذه الحال ونحن في عرفة التي يباهي الله تبارك وتعالى فيها الملائكة، يباهي بالحجيج الملائكة. وإذا بهم ممن يقيمون في السعودية وبالتالي يحجون كثيرا، وربما هذه الحجة العاشرة أو الخامسة، فأصبح الأمر عاديا. فتكلمت فيهم ونصحتهم وذكرتهم بالله تبارك وتعالى حتى عاد من هداه الله منهم إلى رشده وأخذوا يتلون القرآن ويدعون.
المشهد الثاني عندما الحمد لله قرأنا ما تيسر من القرآن ودعونا لأنفسنا ولأهلينا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولأمة الإسلام وسبحنا واستغفرنا ما شاء الله لنا وما أكرم الله به، ثم قبل المغرب خرجت لأتجول في طرقات عرفة فرأيت العجب العجاب. والله يا إخواني هذا اليوم نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم به مرارا لكل مسلم. ترى العجب العجاب كيف الناس سبحان الله، يعني الحمد لله كنا قد أكلنا وشربنا، يرجوك ويمسكك الناس ويتوسلون إليك أن تأكل من أيديهم وتشرب، هذه واحدة. وغيرها ترى الناس تتوسل إلى الله وتبكي في الطرقات في كل مكان، لا 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 تجد طريقا إلا وفيه إنسان واقف يبكي ويتضرع إلى الله عز وجل. حينها تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الحق المبين، وأن الله هو الإله الحق، وأنه لا إله إلا هو الذي هدى هؤلاء البشر. منهم يا إخواني هؤلاء من يدعون ليس عربيا ولا تفقه ما يقول، ولكنه يبكي ويتوسل ويتضرع إلى الله العظيم تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا وإياكم وأمة الإسلام والعالمين إلى صراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.